بطبيعة الحال إذا كان اليوم نحكي على مساعدات مالية كلية من الاتحاد الأوروبي نجم تخلص حتى 900 مليون دينار، بطبيعة الحال هذا باش يعطي تونس مهلة أخرى باش تنجم تقدم خطة واضحة لدى صندوق النقد الدولي إذا كان تونس ما زالت مهتمة بالحصول على قرض. وكان نرجع لتقرير فيت فإنه ما فماش مخاوف كبيرة بالنسبة لسنة 2023 لأنه حتى في غياب اتفاق تونس قادرة على تعبئة 2.5 مليار دولار، لكن تظل المخاوف لسنة 2024 وبالتالي تونس من هو الآخر العام يلزمها تلقى أرضية تفاهم مع المؤسسة المالية الدولية.